مرحبا بكم. هنا في الساد الملك فهد الدولي، الملعب الذي يلقب بدرة الملاعب. هنا وحيث تجري الليلة، هي الليلة التي يتحد فيها النصر مع الهلال ويشكل فريق موسم الرياض لمقارعة الفريق القادم من مدينة النور نادي. ومن خلال هذا اللقاء اليوم، من خلال لمسة في كرة مشتركة بين البيرناردو التلالة هنا في الدرة، بينما هنا فرصة اليوم ابدأوا العد فنحن